مساء الخير أعزائي المشاهدين، من قلب مدينة الإنتاج الإعلامي بنقدم لكم حلقة خاصة جدا عن انتصارات أكتوبر، وبحب أقولها كده بالراحة، انتصارات مش انتصار واحد. حرب أكتوبر ذكرها كانت امبارح، ومن 48 سنة الحرب دي فزنا بعدة أشياء، مش حاجة واحدة، مش حرب والسلام، لا. هرجع أقول إيه اللي احنا فزنا بيه، بس عايز أقول حاجة. مصر في العصر الحديث في ثلاث أعياد نقول أعياد قومية، مع احترامي الكامل لجميع الثورات، و23 يوليو و30 يونيو و25 يناير وكل حاجة على دماغنا من فوق، بس في ثلاث حاجات لا يختلف عليهم اتنين. أول حاجة عيد الجلاء، ومين ما يحتفلش بعيد الجلاء؟ أنت روبير جاي بتقول انتصارات أكتوبر، بس أنا بس هفهمكم حاجة واحدة بالراحة. عيد الجلاء ده في 18 يونيو 56 كنا بنحتفل بجلاء آخر جندي إنجليزي عن مصر، ده كان محتلنا وماشي، قلنا له باي باي. إمتى قلنا له باي باي؟ 18 يونيو 56، كان 76 سنة احتلال، احنا كنا محتلين من انجلترا. تاني حاجة 25 ابريل 82 اخر جندي اسرائيلي طلع من ارض سيناء، 25 ابريل سنة 1982. والسبب في ده كان الحدث الجلل 6 اكتوبر 1973. معظمنا او معظم حضراتكم عارف القصة وعارف الحكاية، وانتصرنا والساعة 2 وظهر الظهر وفي 6 ساعات كل الكلام دوت حلو، بس انا دايما بحب اقف عند حتت معينة كده. روبير انت في اول حلقة قلت انتصارات اكتوبر، هو كانت كذا حرب؟ لا، احنا انتصرنا بعبرنا، عبرنا ده في حد ذاته انتصار، عبرنا أكبر مانع مائي في التاريخ، مانع مائي، واللي ما يعرفش أو اللي يعرف ده كان على طول القناة كان في حاجة اسمها نابالم، النابالم ده كان بزرار يدوسوا عليه ده يتولع نار. أسطورة الجيش الذي لا يقهر إحنا حطمناه، ودايما أنا بقول إحنا وفخر، إحنا كمصريين، أنا ساعتها كان عندي سنة يعني، لكن أنا بفتخر وولادي يفتخروا، وجدودنا هم اللي صنعوا التاريخ وأبهاتنا. طيب انتصرنا بانتصار إرادة الجندي المصري، إرادة لا للهزيمة. 6 أكتوبر 73 كان نصر بمعنى الكلمة، كان فرض الإرادة المصرية، وعملنا السلام، وده هنوضحه بعد كده في أثناء هذه الحلقة، بسبب إن احنا انتصرنا، قعدنا على طاولة المفاوضات المنتصرون. هل الجندي المصري لوحده؟ لا، كان الجندي المصري والمواطن السيناوي، وأنا بقولها المواطن السيناوي، وأنا سيناوي وأفتخر على فكرة. وقبل ما أكمل الكلام معايا ومع حضراتكم دلوقتي، بالمناسبة احنا عندنا كذا مداخلة تليفونية، لأن مش هنقدر نجيب كل القامات، ومعانا في الفقرة التانية سيادة اللواء هتبقى مفاجأة هنعرفه في الفقرة التانية. معايا شيخ المجاهدين السيناوية الشيخ عبد الله جهامة، مساء الفل وكل سنة وانت طيب. أهلا وسهلا، كل سنة وانت طيب، وكل سنة وشعب مصر طيب، كل سنة وقواتها المسلحة شامخة عالية همة والقوة، كل سنة وكل الأمة العربية إن شاء الله بخير وسلامة. مش عارف أقول لك الشيخ عبد الله جهامة ولا المقاتل ولا الجندي المدني ولا ولا ولا، أنت أسطورة. بدل ما أنا أقعد أقول، أنا حابب الناس تسمع صوتك وهيشوفوا صورتك دلوقتي معايا على الشاشة، في عجالة عايزين نعرف مين هو عبد الله جهامة وكان دوره ايه اثناء الحرب في 73 وما قبل 73.
هو في الحقيقة حينما انتقلت الحكومة المصرية إلى البر الغربي بعد نكسة 5 يونيو 67 لم يتواجد في سيناء إلا أبناء سيناء وعناصر من رجال القوات المسلحة. وكان حقيقة هذه العناصر من رجال القوات المسلحة كانت تعمل تدرب الخلايا عدة من في سيناء حتى يتابعوا العدو الإسرائيلي وتحركاته في سيناء. ويمكن حقيقة الدور الإيجابي لأبناء سيناء والتحام القوات المسلحة هذا دور وطني، ويمكن أنه شكلت منظمة سيناء العربية اللي اختار اسمها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، سمى منظمة سيناء العربية، انخرط أبناء سيناء وشباب سيناء ومدن القناة في هذه المنظمة العربية وعملوا خلايا عدة، منها نشف وتدمير، منها رصد معلومات، منها ومنها ومنها اتصالات. هذه الخلايا خلت سيناء كتاب مفتوح أمام القيادة السياسية حتى أن جاء نصر أكتوبر العظيم. ويمكن حقيقة من يسعدني ويشرفني أن أقدم كل التعازي لأرواح الشهداء اللي ماتوا فيها في نكسة 67 وفي حرب الاستنزاف، وحتى جاء نصر ولولا استشهادهم واستبسالهم ما كنا نبعد في سيناء، وما كانت هناك تنمية في سيناء. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هذه القوات من القوات المسلحة، تحية لأرواح الشهداء وتحية لأرواح الشهيد البطل الرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام. يمكن أبناء سيناء لم يدخلوا أي جهد مع قواتهم المسلحة، ويمكن ما زال أبناء سيناء هم مع القوات المسلحة لمكافحة قوة الشر. لكن طبعا الأمور في سيناء 68 ألف كيلو مربع، سيناء محتاجة إلى تنمية حقيقية وهي التنمية البشرية. ويمكن خلال 5-6 سنوات بدأ يلوح في الأفق في أن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية. وحقيقة الفراغ مغري للعدو، إن لم نشغله نحن ربما يفكر البعض يشغله، لكن ثقتنا في القوات المسلحة ثقة كبيرة جدا أن القوات المسلحة هي تحمي سماء مصر وبحار مصر وحدود مصر. لن يكون هناك حد بعون الله أن يفكر أن يخترق الأراضي المصرية في أي جبهة من الجبهة الشرقية والغربية والجنوبية أو الشمالية لاستعداد القوات المسلحة. القوات المسلحة أيضا شاركت في التنمية، ويمكن التجمعات التنموية 18 تجمع في سيناء، هذا شيء إيجابي جدا. والقوات المسلحة إذا تعمل مشاريع بتعملها بجد بمعاونة الإدارة المحلية أو الوزارات المحلية في تنمية سيناء. سيناء حقيقة بالأمس القريب من فترة كان السيد الرئيس افتتح النفق الثاني للشهيد أحمد حمدي، ويمكن بعد ذلك افتتح محطة بورسعيد، من أجل حتى يكون هناك استصلاع واستزراع 500 ألف فدان في سيناء. يمكن سيناء فيها المطارات، سيناء حقيقة اتعملت فيها، يعني لا تتخيل الإنجازات العظيمة في هذه الفترة الوجيزة، يعني إنجاز يضاهي الإعجاز. فأنا بوجه التحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره وعلى متابعته في التنمية في كافة ربوع جمهورية مصر العربية وخاصة سيناء. نحن في سيناء وأبناء سيناء يعتقون أمل كبير جدا، ويمكن حقيقة لهم ملاحظة ضعيفة جدا، وهو إن الإعلام ينشط في سيناء في 25 أبريل وفي 6 أكتوبر. نتمنى من إعلامنا المصري الوطن الشريف أن يكون هناك دائما في مكان لسيناء، ودائما سيناء في القلب، لأن الخطر على مصر من الشرق وليس من الغرب. سيناء حقيقة محتاجة ولدات المجاهدين، المجاهدين لازم الدولة تهتم بيهم. أنا رئيس جمعية مجاهدي سيناء اللي عددها 757 بطلا من أبناء سيناء ومن المحافظات الحدودية. يمكن هم اللي لقنوا العدو درس ينسى، وهم جزء اساسي من نصر اكتوبر العظيم. وان شاء الله انا بوعدك على الهواء ان احنا هنيجي انا مع حضرتك ومعانا الكاميرات قناه الصحه والجمال، هنصور في قلب العريش وفي بير العبد وفي رمانه وبلوزه والخربه والحسنه ونخل ورفح والشيخ زويد في كل حته، ونتشرف بالمجاهدين علشان ولادنا واحفادنا في جميع دول العالم وفي جميع قرى مصر يعرفوا مين هم السيناوية الشرفاء. أنا بشكر حضرتك، بس قبل ما انهي مع سعادتك، أنا عايز أتكلم معاك، هتتعمل معاك حلقات يا سيدنا الشيخ. أنا عايز أقول لك، عايز أطلب منك طلب، احكي لي على موقف أنت لا تنساه ما بين 67 و73 عمله عبد الله الجهامة بنفسه. والله إحنا كنا بنرصد تحركات العدو وبنبعتها، ويمكن عملنا عدة خلايا، وكنت أنا لي شرف كبير أن أكون رئيس عدة خلايا في سيناء. وهذه الخلايا حقيقة اشتغلت في سيناء واشتغلت في العمق الإسرائيلي من فضل الله سبحانه وتعالى، وكانت يعني معلومات
قوية ومتينة وكبيرة جدا، وأفادت البلد إفادة كبيرة جدا. هذه الأدوار لا ننسى، أنا شخصيا لا أنسى يوم السبت حينما انطلقت الصفارات الأنظار العدو الإسرائيلي على خط برليف. ويمكن حقيقة اسمح لي أخذ وقت دية، يمكن في خط برليف إسرائيل كانت تجيب الوفود الغربية وتقول للوفود لا يمكن أبدا المقاتل المصري يتجاوز خط برليف، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في 6 ساعات كانت القوات المصرية على البر الشرقي لقناة السويس ودمرت أسطورة العدو الإسرائيلي الذي لا يقهر. المقاتل المصري حقيقة مدعوم من الشعب المصري وراه دمروا خط برليف ودمروا العدو الإسرائيلي وعاد سيناء إلى حدود إلى حضانة الأم مصر، وهذا عهدنا بقوات المسلحة. نعم القوات المسلحة لها كل الشكر والتقدير، وقوات الشرطة أيضا بمكافحة الشر في سيناء الآن الذي اقتربت شمسه على الغروب. نحن حقيقة نعلق أمل كبير جدا على الأجهزة الأمنية الموجودة في سيناء والموجودة في كل مكان. تحية وتقدير لكل الإعلام الشريف الوطني اللي زيكم على إنه ينقل الدور أبناء سيناء والمعاناة لأبناء سيناء. وبما أن أبناء سيناء والمجاهدين هم جزء أساسي من نصر أكتوبر، حقيقة حينما الدولة تهتم بالمجاهدين هذا يرفع الولاء والانتماء في نظر الشباب، لكن الدولة إذا تركتهم لهذا يضعف الولاء والانتماء في نظر الشباب. ووجه التحية للفريق عبد الفتاح السيسي حينما كان مدير المخابرات العربية، هو أول من أعطى إشارة لتحسين وضع المجاهدين. هذا حقيقة له الشكر والتقدير، ونحن الآن الحمد لله المجاهدين وابناء المجاهدين كل التحية والتقدير لهذا الرجل العظيم. شكرا لحضرتك، وإن شاء الله قريبا هنصور في قلب سيناء. شكرا يا فندم، كل سنة طيب. شكرا لسعادتك. الشيخ عبد الله جهامة ده أسطورة، حكاية ورواية يتعمل معاه حلقات مش حلقة واحدة. نرجع تاني على بال ما المكالمة التانية تجهز. احنا الساعة 2 الظهر ده كان عندهم يوم سبت، طبعا التوقيت ده متحدد بطريقة رهيبة. ده كان يوم عيد عندهم اسمه عيد الغفران، يوم كيبور بالعبري يعني الغفران. ده ما ياكلوش حاجة من يوم الجمعة لغاية تاني يوم المغرب، يقعدوا يوم ونص. هم كده ظروفهم كده، التقصهم كده، يوم ونص ما ياكلوش. فده كان يوم سبت. طيب الطبيعي احنا بقى عندنا كنا في رمضان، فالدنيا في رمضان الناس صايمة فاستحالة بالمنطق هيقوم حرب. وكانت من ضمن الخدع اللي احنا عملناها، ودي اللي يعني انا لا اجزم بل اعتقد بنسبة كبيرة، كان الرئيس السادات هو اللي كان المايسترو بتاع الموضوع ده. كنا القطر بيمشي على شريط السكة الحديد على القناة، كان يجيب الجنود يطلعوا فوق يسطحوا، اسمها تسطيح، ويقعدوا يغنوا ويسقفوا هم نازلين ايه رايحين ناحية اسماعيلية مروحين بقى اجازة. وكانت عربيات النقل الكبيرة بتاعت نقل الجنود مستنياهم في اسماعيلية، وتيجي بالليل تاخدهم تاني يرجعوا على شرق بورسعيد. الموضوع ده استمر قبل الحرب بخمس ست ايام ومحدش كان عارف ليه. يعني انا عايز اقول حاجة، محمد انور السادات انا بقول خدع الاسرائيليين وخدع المصريين. خدع المصريين ازاي يا روبير تقول الكلام ده؟ ايوه، انت لو سألت والدك او والدتك او جدك لو موجود هتقول له، يقول لك احنا ما فيش حرب، ما فيش، وفي ميوعة ولا حرب ولا سلم والكلام مش واضح. كون ان انا اخدع المواطنين بتوعي او هنقول اهل بلدي ان هم ما يعرفوش، فده قمة السيطرة، قمة السيطرة. كون ان الجندي بتاعي جوه الكتيبة مش عارف ان في بكرة حرب، ده الناس كانوا عندهم ودى القيادات من الجيش عمرة رمضان والقرعة واساميهم موجودة. فضل مستشفيات ازاي فضل مستشفيات؟ ما هو المفروض الناس هناك عارفين، هيعرفوا الكلام ده. قال لك مستشفى كذا فيها ميكروب فهنفضيها عشان نطهرها، فخلاص احنا خلاص مستشفى كذا. قال لك المستشفيات اللي جنبها جالهم ميكروب، فضل مستشفيات. كان بيعد غرف علشان لما يكون في حرب لازم يبقى في غرف مستعده لو في مصابين وكلام زي كده لازم يبقى دوت موجود. ده طبيعي لما يكون العدو بيشوف ده يعرف ان دي تجهيز حرب، لكن عمل الموضوع دوت بحيث ان ابتدى يجهز للحرب. معايا دلوقتي جندي
او مش جندي، رقيب اول نظمي الزردقي، الدكتور نظمي الزردقي، كان في اثناء الحرب موجود. هنعرف حكايته بسرعه ونقول له مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا حبيبي، ازيك؟ زي حضرتك، مشرفنا يا فندم. الله يخليك يا حبيبي. طب احنا النهارده حلقه عن انتصارات اكتوبر، وكنا عايزين نعرف دكتور نظمي دخل امتى الجيش وطلع امتى الجيش، ويوم 6 اكتوبر كان دوره ايه؟ ماشي يا حبيبي. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. هقول لحضرتك، انت بتجيب لي ورا اكتر من 40 سنه دلوقتي. ربنا يديك الصحه. 50 سنه يا فندم. وحضرتك بص يا سيدي، اتفضل. احنا اصلا لما بنتخرج من الكليه الجيل بتاعي يعني وقتنا احنا الكل بيخش قوات مسلحه. أيوة. لان الحقيقه يعني كان من ضمن الحاجات الجميله جدا والايجابيه جدا والحاجات اللي هي المفروض كانت تتعمل من سنين طويله، ان لازم المؤهلات العليا تبقى في القوات المسلحه بكثره. تمام. ليه؟ لان طريقه التفكير والعلم الحديث عايز ناس تستوعبه وناس تتعامل مع الحاجات الموجوده في الدنيا في الايام دي بالعلم. تمام. كان قرار شجاع جدا وقرار جميل جدا ان تبدا القوات المسلحه في تجنيد جميع خريجي الكليات في داخل صفوفها. جميل. فانا كان لي الشرف اني اكون احد هؤلاء الناس الدفعه. طبعا فرغنا كلنا ورحنا القوات المسلحه. القوات المسلحه كانت فيها وقتها ويمكن لغايه دلوقتي ان كان خريج كليات الطب كلهم كان في سلاح اسمه سلاح الخدمات الطبيه. تمام. واحنا رحنا سلاح الخدمات الطبيه دي. تمام. واخدنا فرق مختلفه عشان التدريب على العمليات الطبيه المختلفه. وكان انا كان دوري الوسيط او همزه الوسط بين الموقع العسكري اللي انا فيه ومستشفيات القوات المسلحه والمستودعات الطبيه اللي هي بنجيب منها الادويه. تمام. حضرتك اتجندت سنة كام يا فندم؟ دخلت الجيش سنة كام؟ 4/4/70. 4/4 سنة 70. وطلعت. أيوة. سنة كام من الجيش؟ طلعت 1/9/74. 1/9/74. احكي لي. أيوة. احكي لي عن شعورك كمجند قبل 6 اكتوبر 73 وانت قاعد ومفروض طبيب ومفروض ليك مستقبل وقاعد مش شايف الدنيا ماشيه ازاي. يعني انا استاذنك برضو في عجاله، انت كنت حاسس بايه ويوم النصر كنت فين وعملت ايه؟ اتفضل يا فندم. شوف يا حبيبي، اتفضل. طبعا كان الوضع العادي، اولا احنا كلنا داخلين الكليات عشان نتخرج ونشتغل ونعمل. تمام يا فندم. فلما انا اخش الكليه واقعد فيها على قد ما اقعد وبعدين اتخرج وأضطر العمل ومفيش عمل إلا إذا أنهيت الفترة العسكرية دي، كان حاجة طبيعية بتحصل. ولكن لما بتطول المدة أنت غير مؤهل، أنت تأهلت لتكون طبيب بس أو صيدلي أو معلم أو ولما تلاقي إنك أنت مش بتمارس هذه المهنة فيبقى ده تعطيل للذاكرة بتاعتك كمان. أيوه فندم. يعني انت اخذت النظافات، فين الابلكيشن بتاعها؟ فين التطبيق؟ مفيش. حلو. انت يوم 5 اكتوبر 73 قبلها بيوم. أيوة. كان في مظاهر ان في حرب؟ يعني انت شخصيا كان في مظاهر ان في حرب ولا هي كالعاده؟ لا، ولا كان في حرب خالص. وانت اسمك في قلب الجيش. ده انا اسف، انا لما بقوله لحضرتك انا بسمع المشاهد ان كان الجندي ما يعرفش ان بكره في حرب. دي قمه المعلمه بالبلدي، صح يا فندم ولا انا غلطان؟ لا، دي طب دي بقى النظريه، ما دي نظريه في الجيش، نظريه الخداع الاستراتيجي. الخداع الاستراتيجي. الخداع. الخداع الاستراتيجي. اصل انت لو اما تيجي تقول للعدو بتاعك لا
احنا اللي اسفين يا فندم، ربنا يديك الصحه. اما تيجي تقول الجندي بتاع غزه دخل ما هيجري منك. او هيجيب لك سلاح اقوى من سلاحك. تمام. انما حته المباغته والمفاجاه. برافو. اما بتتعمل فانت بتضيع عليه فرصه استعداد. فانت ليك الصبق في الحته دي، لانك انت بتفاجئ العدو، بتفاجئ العدو يعني. طيب يوم 6 اكتوبر كنت انت فين؟ كانت خدمتك فين يا فندم؟ 6 اكتوبر 73. انا حبيبي كانت خدمتي في شاحة الخدمات الطبيه، واشط على كتيبه كان في سلاح منشا جديد، ودي نقله جباره جدا، وعلى ما اعتقد ان ساهمت اسهاما كبيرا في تحقيق هذا النصر، وهو تكوين سلاح جديد اسمه الحرب الالكترونيه. ده حصل في 73. ده حصل في 73 الحرب الالكترونيه. الله. الحرب الالكترونيه دي ما كانتش موجوده في فتره صلاحها، ده سلاح جديد انشئ. ايوه. سلاح جديد انشئ ومهمته يعني يعطل الاتصالات للعدو. تمام. دي المهمه الاساسيه بتاعته. تمام. فانت كنت في 73 في 6 اكتوبر كنت في السلاح ده مظبوط؟ في السلاح ده خدمات طبيه، وبعد كده الحقنا على الاسلحه. انا جاي الحق بتاعي على سلاح الحرب الالكترونيه، والصدفه الغريبه اني انا كنت تقريبا يعني كنت اول واحد صف ضابط في الكتيبه بتاعته. يعني انا رايح الصبح بدري، كنت اول واحد. ايوه. فلقيت ضابط هناك كان نقيب اسمه النقيب سيد ربنا يديله الصحه، فقال لي انت جاي؟ قلت له كذا كذا. قال لي اهلا وسهلا، على فكره انت تبعي. ايوه. انت مش حرب الكوريه؟ قلت له لا يا فندم. قال لي خلاص يبقى انا اول ضابط اجي وليك انت اول واحد تيجي. دخلت جوه، وبعد ما بدات الناس اللي هي ملحقه على الكتيبه الحرب الثلاثيه، وقت ما اتكونت الكتيبه، فكان انا كان لي عظيم الشرف ان اكون اول واحد في الكتيبه بتاعتي اروح الحرب الالكترونيه دي. استقبلت خبر الحرب بازاي؟ الساعه 2 الظهر عرفتوا ازاي ان في حرب؟ هقول لحضرتك. احنا اولا كنا قاعدين بقى الفترة اللي فاتت دي لسه السنة بتاعتنا الأساسية ما خلصتش. أيوة. فكان عادي جدا يعني ما كناش متضايقين ولا حاجة. احنا مجندين وهنطلع في ميعاد إذا ربنا أراد. أيوه. طبعا لما لا كلمني يوم 6 أكتوبر عشان الوقت بس، يوم 6 أكتوبر. لا 6 أكتوبر ديت أنا فوجئت إن قائد الكتيبة ربنا يديله الصحة كان مهندس. قال انا عايز اعمل تفتيش على الشؤون الاداريه للكتيبه. فانا كنت كان في عياده اللي هي نقطه شباب بيسموها نقطه اسعاف اوليه داخل الوحدات العسكريه. فانا كنت ماسك نقطه من هذه النقط، وكان معايا سته من العساكر الحلوين الجدعان يعني. تمام. فوجئت بقائد الكتيبه داخل الصبح، صباح الخير صباح الفل. قال انت مين؟ قلت له الفل فلان. قال لي انت اللي بتجيب الادويه؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي ادويه عندك كامله فيها نقص؟ رحت جبت السجلات بتاعتي، قلت له لا يا فندم هي دلوقتي كامله، لان انا جايب التموين الطبي ما كملش اسبوع فلسه ما قاعده زي ما خلصتش يعني. قال لي طيب راجع، واذا كان في حاجه اكتب لي كشوفات وتطلع بكره تجيبها. تمام. قلت له ماشي يا فندم. فرجعت وبتاع، وبعدين ثاني يوم رحت قلت له في نقص كذا، قال لي اكتب كذا، كتبت الكشف ورحت طلعت. قلت كنا بنجيب الادويه من 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 مستودع طب صيدلي في قرب هيليا. ايه يا دكتور نظمي، انا بشكر حضرتك جدا. الوقت احنا انا عايز اسمعك كتير، بس احنا عندنا في مقاتلين في اثناء الحرب عايزين نسمعهم.
كل سنة وانت طيب. انت واحد من اللي صنعوا النصر، اللي صنعوا اليوم دوت. اهلا فيك يا فندم. بنشكر حضرتك، وان شاء الله ولادك وابنك الدكتور واحفاده هيعيشوا في نصر بسبب حضرتك واللي زي حضرتك. شكرا جزيلا. اشكر ربنا. أيوه. صدقني ربنا اداني كتير قوي الحمد لله. اشكر ربنا. الحمد لله. انا عندي ابني، ابني وحيد، وهو دلوقتي استاذ دكتور في الصيدله، وهو استاذ في الولايات المتحده الامريكيه. تمام. فدي مكافاه ربنا اداها لي، انا مش عايز اكتر من كده. انت انت ما كانش هيحصل ده الا اذا كانت مصر واقفه على حيلها بجد. الله عليك، الله عليك، شكرا. والحمد لله انا شفت بنفسي. شكرا، شكرا لحضرتك جدا، شكرا مداخلتك. ابنه عالم في الولايات المتحده الامريكيه، وبيقول انه ما كانش هيحصل ده غير لو مصر وقفت على رجلها. خدتوا بالكم ان الموضوع ده فرق كتير في حياتنا ازاي؟ فرق كتير ان احنا بنتكلم بثقه، بنتكلم واحنا كرامتنا موجوده، بنتكلم واحنا رافعين راسنا. رئيس السادات كان بيطلب السلام مع اسرائيل. رئيس امريكا بعت له بما معناه اللي هو هنري كيسنجر، قال على المفتشر لا سلام الا مع المنتصرين، لا سلام الا مع المنتصرين. الكلمه دي حركت وجدان الرئيس السادات. طيب هو بيتكلم صح، لا سلام الا مع المنتصرين. انا مش منتصر، انا متاخد ارضي ومتاخد بيتي ومتاخد حاجاتي. لازم يكسر الجمود، وهو كسره في 73 زي ما انا قلت، هو كسره بمعلمه بجميع السبل. احنا نظريا ما ينفعش نفوز، ما عندكش الاليات. عندك الجنود بس ما عندكش الاليات اللي هتخليك تنتصر. طيب يعمل ايه؟ قطع علاقته بالاتحاد السوفيتي. ايه ده؟ مشاهم. والامريكان خلاص دول حبايب اسرائيل مفيش. طب السلاح ده بيجي منين؟ ما هو بيجي من هنا يا من هنا. طبعا عمل ايه وسوى ايه دوت، احنا زي ما انا قلت احنا محتاجين حلقات فيه. ولكن سياده الرئيس بحكمه المواطن المصري، هنقول بحكمه الفلاح، بحكمه الفراعنه، كان في حاجات كتير لدرجه ان زوجته رحمه الله عليها كانت مستغربه، انت بتفكر ازاي لما كان يعني يوم الحرب هي كان ليها حديث في احدى القنوات وفي كتابها ان ما كانتش عارفه ان في حرب. اخوه عاطف السادات لما مات بعد السويعات وعرف في غرفه العمليات ان اخوه مات، طبعا ده اخوه، ولكن ما كانش ينفع يهتز اهتزازه. ده القائد، ده القائد العام، قائد عام قوات مسلحه، وال الموضوع الموضوع كبير. في معانا اللواء الو، معايا سياده اللواء محمد الهامي حسين من انا اسف الخط اتقطع. سياده اللواء محمد الهامي حسين كان من الناس اللي صنعوا النصر في 6 اكتوبر. هنتكلم معاه دلوقتي لما هيتصل، هنعرف عمل ايه. خدوا بالكم احنا النهارده يوم احتفال بالنصر، نصر لا مش نصر، انتصارات. افتكروها الكلمه دي، انتصارات اكتوبر. اكتوبر دوت يوم عبرنا فيه الهزيمه، عبرنا كل حاجه. احنا اليوم دوت اللي متابع عسكريا، اليوم دوت بيدرس في جميع كليات الحرب، في الكليات الحربية في جميع العالم. يوم 6 اكتوبر ده له كتاب كده، له كتاب ازاي ازاي احنا معركة راس العش. ايه معركة راس العش دي؟ خش على فصل معركة راس العش وشوف، خش على ازاي احنا كانت امريكا بتمد العدو الصهيوني، وبنقول عدو لانه في وقتها عدو،
ومش هنقول بقى ولا زال ولا بتاع، انا ماليش دعوه بحته السياسه، انا بتكلم يوم 6 اكتوبر 73. خدوا بالكم بس الكلام ده بين قوسين عشان في ناس بتحب تتصيد، اوكي؟ عدو خد ارضي، خد بيتي، خد لقمه الرغيف بتاعي، عدو. طب احنا ازاي نقدر نقتنص دوت؟ ازاي ناخده؟ طب انا جيت ظبطت وعرفت انت حدودك ايه وعارف هضربك ازاي، تقوم تيجي امريكا اللي هي واحده من الدول العظمى بل اكبر الدول في وقتها، تجيب له دبابات في شط رمانه، رمانه دي تبعد عن شط الانطره اللي هي قناه السويس 40 كيلو مش العريش 160، تنزل مراكب. وكانت الدبابات، انا عشان بس بحدد، الدبابات دي اتضربت بالمناسبه يعني كتير منها اتضرب، كان معموله ماشيه 50 كيلو، 50 كيلو العداد بتاعها 50 كيلو، يعني هي لو كانت موجوده في اسرائيل كان وهتجي لنا باسرائيل وهي لسه زيرو هناك في اسرائيل هتعمل لي 220. انا بتكلم في نقط ممكن ما حدش ياخد باله منها، بس بحكم ان انا مهتم بالموضوع دوت، عشت في سينا فتره كبيره من عمري. على فكرة أنا مدرستي في ثانوي كانت مدرسة العريش الثانوية العسكرية، فهي ثانوي عام وكان عسكرية، كان بيدينا الحصة العسكرية كان النقيب عبد القادر الله يرحمه، لسه متوفي السنة اللي فاتت. النقيب عبد القادر كان ياما من وإحنا في سنة أولى لغاية تالتة ثانوي في كل حصة، وكان لا يمل وإحنا ما نملش، يقول لك أنا من اللي عبروا القناة، احنا واحنا بنعبر كنا بنشوف لما سيادة اللواء اركان حرب الدكتور محمد الشهاوي مستشار كلية القضاء والاركان. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك استاذ روبير والسادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب وانت من صناع هذا النصر. وانت طيب وكل صحة والشعب المصري والأمة العربية بكل خير. احنا النهاردة انا جيت في اول مداخلتي او في اول الانترو بتاع البرنامج قلت النهاردة يوم انتصارات اكتوبر، مش انتصار واحد، احنا انتصارات انا شايفها كده. حضرتك احكي لي على يوم 6 اكتوبر وما قبله وما بعده. سيادة اللواء محمد الشهاوي عمل ايه؟ سمع المشاهدين وسمع ولادنا وسمع احفادنا، خليهم يتعلموا. والله انا بقول ان يعني حرب اكتوبر المجيده تعتبر معجزه على اي مقياس عسكري، وانها وسام على صدر كل مصري وكل عربي، لان الامه خرجت من خنادق الياس الى شواطئ الامل والرجاء. كانت هناك معجزه هذه الحرب هو الجندي المصري البطل الذي عقيدته النصر او الشهاده. لهذا اليوم كانت هناك عبقرية في اختيار توقيت ساعة الصفر لحرب أكتوبر المجيدة. ليه الساعة الثانية ظهرا وليس أول ضوء الساعة السادسة صباحا أو مساء؟ ليه يوم السادس من أكتوبر؟ ليه شهر أكتوبر؟ وعلشان كده كانت كل شهور السنة يعني تم دراسة كل الشهور، وحتى سرعة واتجاه تيار في قناة السويس تم أيضا دراسته، كل ذلك حتى يتم اختيار هذا التوقيت ليحدث المفاجأة ويحدث الخداع من خلال خطة الخداع الاستراتيجي. أيضا في هذه الحرب العظيمة كانت هناك روح تسمى روح أكتوبر. إيه روح أكتوبر دي يا أستاذ روبير؟ هي القوة والعزيمة والصبر والمثابرة والروح المعنوية العالية اللي استطاعت القوات المسلحة أن تهدم نظرية الأمن الإسرائيلي وتكسر ذراعها الطولة الممثلة بقواتها الجوية وتهزم الجيش الذي كان يدعي أنه لا يهزم. وأيضا هذه الروح العظيمة استمرت مع مصر في الحرب ضد الإرهاب وتكسير سيناء من الإرهاب وكسر كتلتهم الصلبة، وأيضا استمرت في ثورة 30 يونيو 2013 التي أظهرت مخطط تفتيت الدول وتدمير الجيوش، وأيضا استمرت الآن في المشروعات التنموية العملاقة في كل ربوع الوطن،
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يحث الشعب على العمل وعلى القوة وعلى العزيمة وعلى الصبر، وبالتالي هذه هي روح أكتوبر. واللي أنا بقول في مجال الحرب الكيميائية التي يعني أنا متخصص بها لأننا رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق، كان لها دور كبير في حرب أكتوبر المجيدة، وأيضا الحرب الكيميائية لها دور كبير الآن من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 من خلال القيام بالتطهير والتعقيم للمنشآت الحيوية وللطرق والميادين باستخدام عربات التطهير الثقيلة أو الخفيفة، استخدام مواد ومحاليل تطهير طبقا للمعايير القياسية. هذه كانت الحرب، كانت كل القوات المسلحة تقوم بتنفيذ سيمفونية تسمى معركة الأسلحة المشتركة الحديثة، بدأت بضرب الطيران بقوة 220 طائرة من 24 قاعدة ومطار تزامنوا في وقت واحد على سطح قناة السويس الساعة الثانية وخمس دقائق على ارتفاع منخفض لرفع معنويات جنودنا المنتظرين هذا التوقيت منذ 6 سنوات، وأيضا لتفادي الرادارات الإسرائيلية وإعطاء رامين درك لمدى قدرة وكثافة التيار المصري. ثلاثة، خط التأمين دفع على خط بارليف وعلى الاحتياطيات المدرعة والميكانيكية للعدو الإسرائيلي خلف خط بارليف باستخدام 2000 مدفع، أطلق 121,000 دانة في 53 دقيقة. العدو الإسرائيلي نزل القنابل في خلال هذه الضربات، كانت قواتها تقوم ب 100 أمر عسكري في ذلك التوقيت، منها نزع الألغام من الساتر الترابي، إحداث فتحات شاطئية من خلال مدافع المياه اللي كانت فكرة عظيمة. وإحنا شفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوة التثقيفية في الاحتفال بذكرى 48 حرب أكتوبر، قال إن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات ودماء الشهداء، اللي التاريخ بيقول لولا الشهداء ما كانت مصر الحضارة وما استطاعت أن تصد أعداءها وتحافظ على كل ذرة تراب من أرضها، وكما كانت بيناء معبر للغزاة كانت مقبرة لهم أيضا. واسمح لي يا أستاذ روبير أن أقول أن مصر نسيج واحد، لا فرق بين مسلم أو مسيحي طبعا، لأن أوائل شهداء حرب أكتوبر الشهيد العميد شفيق متر كدراس مسيحي، وكان قائدا لأحد أروية المجاهد الميكانيكية، وقبل الحرب اجتمع بالجنود لتحمسهم وأعطاهم الكلمة المعنوية، واستشهد بآيات من القرآن الكريم من سورة الصفات بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، صدق الله العظيم. هذه هي هو الشعب المصري في نسيج واحد، نسيج مصري صرف، ودوت اللي هو مش هيقدروا يكسروه ليوم الدين مهما كان، وده اللي احنا شفناه في 2013. ما ينفعش حد يخش ما بيننا وما بين، يعني خلاص الموضوع دي بقت موضه قديمه بيتهيألي. يعني طبعا برضو ان الرئيس وجه التحيه للشعوب العربيه طبعا لانها ساندت مصر في حرب اكتوبر المجيده اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وايضا ساعدت مصر في ثوره 30 يونيو 2013 للقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية التي هي العباءة الأيديولوجية لكل جماعات الإرهاب في العالم. ونحن بنحتفل بهذا النص نجد جماعات الإخوان في الخارج تشكك في هذا النصر العظيم، وبالتالي هم أعداء فعلا ليس لهم هدف سوى زرع اليأس والإحباط وقطع الروح المعنوية، وعندما يزرع اليأس ينمو الغضب وتثمر الفوضى ويعم الفراغ. طيب سيادة اللواء، انا النهارده يعني فرصه ان حضرتك معايا قامه من القامات اللي صنعوا النصر، مش هقدر اقفل معاك قبل ما تحكي، حضرتك شاهد عيان
احكي لي عن موقف اثناء الحرب لا تنساه على الاطلاق، ويا ريت تكون ما حكيتهوش قبل كده او حكيته قليل. انا عايز اعمل سبق النهارده للبرنامج. انا سبق للاستاذ روبير فعلا سبق كبير جدا. اتفضل. انه في هذه الحرب العظيمه كانت هناك صعوبات تواجه المقاتل المصري، فالمقاتل المصري لان التخطيط والاعداد كان مصريا خالصا يواجه، يقول ايه الصعوبات؟ صعوبات تنزل الطلبات هنعملها بمضخات المياه. طيب ماشي. هناك دبابات للعدو ممكن ان هي تتدخل ضد قواتنا اثناء العبور، يبقى لازم نوقف هذه الدبابات اللي موجوده خلف خط الجنوب، فان احنا نبر لها قوات الطائرات الهليكوبتر افراد من الصعب لايقاف هذه الدبابات باتساعات حتى يمكن انشاء الكباري وعبور الدبابات المصريه. طبعا قعدوا يحاربوا مع تلك الدبابات قلت الذخيره، فما كان من جندي يسمى سعيد قطاط عمل لغم على ظهره بعد خلص الذخيره كلها من الاربيجيه والصواريخ الموجهه المضاده للدبابات، واقترب من دبابات العدو وزحف على الارض ونام وانتظر حتى تعبر اول دبابه فوق جسده لتشهد وتنفجر ويتوقف الرسل الاسرائيلي خلف الدبابه المدمره قبل تمييز اللغم البشري. هذا هو الشعب المصري الذي يبني بلده بكل حياته. رحمه الله عليه. فدا جنود قد كده هنا بقى. هنا معلش احب اعمل ما بين قوسين، هنا ده الشهيد، دي الشهاده، اللي فجر نفسه علشان بلده مش فجر نفسه عشان حاجه تاني. مظبوط يا فندم. هو الشباب المصري كله، الشباب اللي حارب في حرب اكتوبر، والشباب اللي حارب الارهاب، والشباب اللي هو الان بيقوم بالتعمير والبناء في معركه شديده تسمى معركه البناء والتنميه، هم ايضا شباب وطنيين يعني مستعدين لفداء بلدهم بدمائهم الغاليه. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله القيمه، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وتصنع لينا النصر وتعلمنا ازاي ننتصر. شكرا سياده اللواء. انا اللي بشكر سيادتك يا استاذ روبير فعلا، ويعني يسعدني ويشرفني ان اكون معك في اي وقت. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا. مداخلة قيمة سيادة اللواء محمد الشهاوي، وذكر حاجة مهمة قوي. قال في أثناء العبور كانت الطيارات الهليكوبتر عملت حركات ووقفت الدبابات 6 ساعات. أنا ما فهمتش قوي، مين اللي هيفهمنا؟ هنطلع وهيجي لنا في الفقرة التانية سيادة اللواء أحمد صليحة، هنسمع منه القصة وهو إيه ودوره إيه في الهليكوبتر. حاجة غريبة عجيبة مريبة هنسمعها منه شخصيا. حضر معانا، حضر اليوم دوت، هنسمعه نتعلم. قبل ما يجي في فاصل كالعادة بتاعت روبير، مش فاصل إعلاني، فاصل بصوت بطل الحرب والسلام، بصوت محمد أنور السادات. 9 دقايق اسمعوها كويس، يا ريت تسمعوها حتى لو انت بتعمل حاجة، اسمع بيحكي الحرب بالظبط، ايه اللي حصل قبلها وايه حصل اثناءها وايه بعدها وعمل السلام ازاي، ومستنيكوا بعد الفاصل.